الله. الكرة وصلت الآن داخل المنطقة الرأسية حاضرة، جول 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 جول، نعم هو الهدف الأول، هو الهدف الأول لفريق النفط من رأسية خطيرة، من رأسية جميلة من اللاعب اللي ظاهر أمامك بالصورة عبد الله سعودي. إذا 1-0 للنفط في بداية مبكرة، وعلى اليوغا، على اليوغا السعودي الآن. عبد الله سعودي يضع الهدف الأول في مرمى القيثر، يقطع أول وتر من أوتار لجرين هارب، والتعبير مجازي لا أكثر. شوف اعتراض أحمد باسل على كرة يظن أنها خطأ، يظن أنها هناك يعني التماس بين عبد الله سعودي. هاي هاي شوف لي عيني، يا عيني يا عيني، الكرة تجاوزت أم لم تتجاوز؟ بنظري وبعيني المجردة وبرأيي المتواضع لم تتجاوز الخط بكامل محيطها، والله العالم. شوف الكرة اللي موجودة الحاضرة، أحمد باسل بارتيز كما يسمى من مشجعيه، هدف اللقاء الأول احتسب يا علي الصباح. 1-0 للنفط في أول 6 دقائق، في أول 6 دقائق إذن هدف مقابل لجنة. أحمد يحيى إلى محمود المواس، يلف ويدور محمود المواس، عاد بها إلى فهد اليوسف، ممكن الكروس حاضر، نعم هو كذلك، هو كذلك مارديكيان، يا ساتر خطيرة، إنما وصلت إلى مصطفى، إلى مصطفى طارق بتسجيل النفط لهدف وحيد حتى الآن. وبعد الهدف ما شاهدنا إلا انطلاق سعودي. هنا اللمسة حاضرة، محمد داود، يا داود يا داود، عرضية خطيرة والتسديدة، قاسم قاعدة، يا ساتر، جول 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 جول، عبد الرزاق، عبد الرزاق قاسم هنا يضع هدف التعادل للقيثارة الخضراء، والعودة السريعة ما طال الموضوع أكثر من 10 دقائق. يا عبد الرزاق، يا عبدو كما يسمى من تشكيلة الشرطاوي، وعيني على اللمسة، على التمريرات البينية، وداود بالعرضية، والتسديد على خطى فيرفيردي في ريال مدريد، على خطى فالفيردي في ريال مدريد، عبد الرزاق قاسم قعدة، شوف يا عيني على التسديدة، وضعها في مرمى نادي ضربة البداية أم ماذا؟ شوف التسديدة، يا ساتر خطيرة، لا 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 لا، مو ناويين على خير، مو ناويين على خير ابدا. الكره عاليه داخل المنطقه، محاوله وين الراس الابعاد ياتي من احمد عبد الرضا، لا زالت الخطوره قائمه. فهد اليوسف محاوله للوصول الى مرمى النفط، فهد اليوسف اختار الزاويه الابعد والى داوود، يا سلام على الراسيه، يا سلام على الراسيه، يا محمد يا داوود، لمسه همسه جميله كانت. لا لا لسه نقول الروح الرياضيه، لسه نقول الروح الرياضيه. شوف محمد أوتارا الآن المقذوفات، أوتارا شوف هذا دينيس أنتوي، بطاقة صفراء، نعم هي بطاقة صفراء على لاعب النفط، لاعب أوتارا، محمد أوتارا شوف من المقذوفات من خارج الملعب. شوف اتمنى تدخل حقيقي يعني بسلام وامان على كل متابعينا، والتسديده خطيره، محاوله فرصه كانت للنفط على مرمى احمد باسل. عبد الرزاق الى عبد المجيد، عبد المجيد الى يا عيني يا عيني، تكمل يا فهد، تكمل يا فهد، محاوله شرطاويه خطيره، انما الرايه مرفوعه، والتسلل على لمسه جميله كانت من فهد اليوسف، صناعة أنتو إلى أثير صالح، أثير هيها لعلي رحيم، 1-2 من علي، علي يا علي، علي يا علي، والتسديدة خطيرة، والتسديدة خطيرة من علي رحيم، فرصة مع دخول يمر أحمد بين 4 من لاعبي النفط، هيئة لبسام داخل المنطقة، الكرة على اليسار، فهد اليوسف ممكن العرضية، لكن الدفاع حاضر، علي خليل بالمراقبة بمتابعة داخل منطقة الجزاء، أحمد يحيى، أحمد يحيى، يا يحيى يا يحيى، إلى داوود، حضرها للمواز، جول 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 جول، هو الحل، هو الحل المواس، الحل هو الحل المواس، الحل إذا وفقط إذا، إذا وفقط إذا، المواس بالتواجد حاضر، المواس بالمكان الحاضر، المواس شكلين ما بيحكي، شكلين ما بيحكي العقيد، وبالتالي العقيد وبدقائق قاتلة صعبة، يا أحمد يحيى مر مثل الجن يا أحمد، مر مثل الجن يا أحمد، والأكثر جنون المواس، يا عيني يا عيني يا عيني يا شرطاوي يا عيني، جرين هارت
تعزف واعذب الالحان هنا في هذه الدقائق. شوف المواس والمواس بالواحد وشكلين ما بيحكي العقل. يا ساتر تسديده خطيره، انما الكره لاحمد باس، التسديده كانت حاضره من اكاتي. اخر ربع ساعه من المباراه ثقل الهجوم يبحث عنه الان فريق النفط للعوده الى نقطه البدايه، الى ما كانت المباراه ما قبل هدف محمد او محمود المواس. احمد باسل لفيصل جاسم الان اخ كرة طويلة اللعب الآن، محاولة فرصة محمود خليل، خطيرة خطيرة كانت، فرصة ذهبية لمحمود خليل أمام المرمى أمام عبد المجيد. جيد بالتسديد، لا أفضل اختيار اللاعب اللوب. بسام شاكر حضرها لمحمد داود، محمد داود إلى عبد المجيد، عبد المجيد يا عيني يا عيني يا عيني، ممكن يشوت ممكن يشوت، والتسديدة حاضرة، إنما سهلة لمصطفى طارق، سهلة لمصطفى طارق.